مشاهدين مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اعلام في الميزان. الحقيقه حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن ظاهره غريبه على مجتمعنا وجديده كمان عليه. من حوالي 10 سنين ظهرت حاجه بتسمى ظاهره الاغاني المهرجانات او اغاني التوك توك، وهي نسبه للتكاتك لان اغلب مستمعيها ومقدميها كانوا من سائقي التوك توك. انتشرت هذه الأغاني أو ما يسمى بالمهرجانات بين هذه الطبقة، واعتقدنا جميعا أن هي زوبعة فنجان وهتنتهي. اعتقدنا أن هي مش ممكن تستمر، لأن الفن المصري الأصيل مش ممكن ظاهرة زي دي تأثر فيه أو تستمر معي. وللأسف عبر السنوات، عبر 10 سنين دول، كان كل شوية بيطلع علينا شخص جديد يؤدي ما يسمى بالمهرجان ويبقى له جمهور بيسمعه برضو من طبقة معينة، لحد ما فوجئنا بنسب مشاهدة ونسب استماع عالية جدا لبعض من يقدم هذه المهرجانات وأغاني التكاتك، الحقيقة بأرقام كبيرة جدا وأرقام عالمية. طب إزاي هذا مش عايزة أقول الفن، هو مش فن، إزاي هذا الشيء اللي بيقدمه حصل على نسب مشاهدة ونسب استماع عالمية؟ مش بس ده السؤال، في سؤال أهم: الإعلام المصري لما تناول هذه الظاهرة تناولها إزاي؟ لم يتناولها بالنقد، تناولها بأن هو بيقدم هؤلاء على إن هم فنانين، وما يقدموه على إن هو فن. بنشوف مذيعين وقنوات كبيرة جدا للأسف بيستضيفوا مقدمي المهرجانات ويستحسنوا ما يقدموا وبيرقصوا على أغانيهم وبيقدموهم لنا باعتبارهم فنانين ناجحين. ده تساؤل كبير. شركات كبرى للأسف بتعمل لهم حفلات وبيقفوا في أماكن كبيرة بيقف عليها كبار النجوم، الصف الأول يقف عليها مطرب مهرجانات، مش مطرب، أنا أسفة طبعاً، مش مطرب، مقدم المهرجان. بنلاقي إن الشخص ده اللي لم يجد ما ينتقيه من الكلمات اللي أبشع الكلمات أو كلمات ما ينفعش تدخل بيوتنا ولا ينفع إن إحنا أولادنا يرددوها، اللحن اللي هو مش لحن تيمة واحدة وبيكررها، بنلاقيه بيقف في حفلات مهمة يقدمها لنا، بنلاقيه بيطلع في برامج مهمة وقنوات كبيرة يتكلموا عنه على إنه هو فنان. طب ليه؟ طب إزاي؟ هل ده مستوى الفن المصري؟ مش ممكن نقول إن ده فن شعبي أو غناء شعبي، لأن الغناء الشعبي عرفناه من سنوات طويلة على قدين أصوات قوية جدا زي أحمد عدوية مثلا والعزبي، وأصوات كتير قوية ومحترمة عرفت إزاي تقدم الفن الشعبي للطبقات اللي بتحبه بصوت حلو بكلمات نقدر ان احنا نسمعها ونقدر ان احنا نرددها. الحقيقه احنا معانا مداخله دلوقتي من الفنانه الجميله نجمه مادلين تبر، ليها راي كمان عايزه تقوله لنا بخصوص موضوع ظاهره المهرجانات. الو الو، ايوه مساء الخير. اهلا اهلا مساء النور، النجمه الجميله الفنانه المحبوبه والاعلاميه كمان مادلين تبر، اهلا بيكي. اهلا اهلا، مين مديحه؟ ايوه. الاعلاميه الاماريه مديحه عاشور، ازيك؟ اهلا حبيبتي واهلا بيكي في اعلام في الميزان على قناه ديتيلز. النهارده أهلاً بحضرتك. النهارده حلقتنا بتتكلم عن ظاهره اغاني التكاتك او اغاني المهرجانات زي ما بيطلقوا عليها. سمعنا في الفتره الاخيره قد ايه نسب مشاهده عاليه جدا وصلوا لها من يقدموا هذه النوعيه من الأغاني. حضرتك شايفة ده إزاي؟ أنا باخد الأمور بطريقة مختلفة يعني عن السائد، يعني أنا لا أهاجم أو لا يعني أضطهد أغاني التكاتك، هي حالة موجودة في الشارع المصري انطبعت
بسرعة على وسائل الميديا السوشيال ميديا لأنه أصبحت متوفرة للطبقة الشعبية، وهم بيعبروا عن نفسهم عن أكلهم عن لبسهم عن طريقة تفكيرهم عن كل ما هو يعني مفردات بتاعتهم من خلال هذه الأغاني. فدي ظاهرة شعبية شبه الناس اللي هم بيحبوها. وأما تبني الطبقة المتوسطة وأحياناً بعض المثقفين لهذه الأغاني فما بيبقاش إلا من باب إنه فاني، يعني حاجة كده لذيذة. أنا مش ضدها، هي تعبير عن صوت الشارع. في كل عصر كان في أغنية شبه الشارع، شبه الناس الشعبيين أو حتى العشوائيين اللي هم أقل من الشعبيين، بيبقى عندهم طريقتهم. وليه لا؟ أنا مع النجاح بكل أشكاله فيما يقدموه يا فندم من كلمات. أحياناً بيبقى فيه كلمات صعب إن هي تدخل بيوتنا أو أولادنا يرددوها. سهل جداً إنك أنت يعني ما تحطيش الأغنية، بإنك أنت ما تشجعيش تسمعيها، بإنك أنت تغيري المحطة. سهل جداً، بس ما تقدريش تمنعي ده. مفرداتهم أغانيهم شبههم، هم شايفينها حاجة ما حصلتش. بس يعني هل تقدري تحجبي عليهم أو تهذبي أغانيهم أو مفرداتهم؟ بس هتقدري ولا تقدري تحجري على حرية الإبداع بتاعتهم. فأنا من وجهة نظري إنها ظاهرة تمثل أصحابها وناسها وبتخلص. ودور النقابة، دور الرقابة، الرقابة على المصنفات، ودور نقابة المهن الموسيقية، دور الإعلام في تقديمهم. كل مديحة عاشور الجميلة، أنت إعلامية كبيرة، كل الفنون بكل أنواعها لا رقيب عليها غير الفنان نفسه. يعني مفيش حد، مفيش مسطرة تقدري تقولي اللي بيطلع برات المسطرة دي هيتعاقب. طبعا نقابة الفنانين والأستاذ هاني شاكر مشكورا أخذ مواقف من ناس كتيرة، صحيح. ولكن في النهاية للأسف الأغاني دي والناس اللي تم اضطهادهم هم الأكثر سمعا، مش بأبليكيشنات المحلية العالمية. يعني حاجة غريبة، ظاهرة والظاهرة لا تدوم. صحيح صحيح صحيح. نورتينا ومبسوطة جدا بمداخلتك، وإن شاء الله تنورينا في الاستوديو قريب. أتشرف أي حاجة لمديحة عاشور أعملها على طول، وتحياتي لجمهورك العظيم. تحياتنا يا فندم، ميرسي جدا على المداخلة. تفضلي تفضلي. شكرا شكرا. ده كان رأي نجمتنا الكبيرة الفنانة مادلين تبر، اللي بيعبر عن رأي ورؤية ناس كتير من الشارع المصري، اللي بيقولوا عن سبب انتشار ظاهرة المهرجان إن الناس دي ممكن تكون شبه جمهور الطبقة الوسطى، يمكن شبههم في شكلهم في لبسهم، بيعبروا عن مشكلتهم، لكن ليس بهذه الطريقة، ليس بهذه الكلمات، ليس بهذه الألحان الرديئة. إذا كان مثل هؤلاء يريدون أن يقدموا فنا، فعليهم بالدراسة، عليهم بانتقاء الكلمات، عليهم إن هم يشتغلوا على نفسهم علشان تقدر النقابة تساعدهم أو تقف جنبهم، علشان يقدروا يدخلوا بيوت الشعب المصري من غير ما نبقى مش عايزين أولادنا يرددوا كلامهم. زي ما قالت النجمة مادلين تبر إن هي ظاهرة، هيبقوا ظاهرة وتختفي لو فضلوا بهذا الأداء، لو فضلوا بيقدموا كلمة مبتذلة، ألحان ضعيفة، أعتقد إن هم هيفضلوا ظاهرة. سعدت بيكم في حلقتنا النهاردة من إعلام في الميزان. انتظرونا في حلقات أخرى قريبا على قناة ديتيلز. تحياتي مديحة عاشور.